ويسعد لي أوقاتكم جميعاً من جديد. اليوم راح أجهزكم بوصفة لذيذة لرمضان تنفع تفريز. راح نسوي كفتة الدجاج بالبطاطس، جداً لذيذة. وتحمل الصوت المحوح شوي قدر الإمكان، بحاول أشرح لكم الوصفة. الوصفة أصلاً سهلة ما يبغى لها شيء، بس أعرض عليكم المقادير على السريع، وكلها راح نفرمها بالفرامة. عندي هنا كيلو صدور دجاج مسلوقة سلقتها ببهارات عدلة وشوي ملح، بطاطس 3 حبات متوسطة مسلوقة برضو، وعندي هنا ورقيات كزبرة وبقدونس وشبت ونعناع تعطي نكهة لذيذة للكفتة، راح نفرمها برضو بالفرامة معها، و3 فصوص ثوم، حبة بصلة كبيرة وفلفل بارد، وبضيف لها 2 علبة صغار جبنة شدر أو 2 علبة كبيرة إذا عندك متوفرة، برضو راح نفرمها بالفرامة. البهارات حسب ما أنت تحبين، بس أنا حقولكم اللي بضيفها: بهار مشكل وبصل وثوم بودرة وفلفل أسود وبهار الدجاج وملح. طبعا البهارات ما راح نضيفها إلا بعد ما نفرم كل هالأشياء مع بعض. الحين هذه الفرمة الأولى لكل المكونات بالفتحات الكبيرة. الحين حطيت الأداة الثانية الفتحات الصغيرة وأبدأ أفرمها فرمة ثانية ناعمة عشان تنعم معنا. قبل ما نفرمها نخلطهم مع بعض عشان الفرمة الثانية تزبط معنا. أضفت للفرمة الثانية توست لأني حسيتها لينة، فإذا أنتم حسيتوها لينة عادي حطوا كم شريحة توست، منها تنظفون الفرامة ومنها تمسك لكم العجينة نفسها. الآن راح أضيف البهارات وأخلطها زين مع الكفتة نفسها. إذا تبون طعم لذيذ لذيذ للكفتة ضيفوا ملعقة صغيرة خردل اللي هو الماسترد، أو إذا كميتكم كبيرة حطوا ملعقة كبيرة، أنا بحط ملعقة كبيرة منها. الماسترد مع الجبن الشيدر ترى يعطي طعم مختلف للكفتة، غير طعم الكفتات اللي احنا متعودين عليها. جربوها. خلاص الكفتة الحين جاهزة عندي، ممكن تسوونها أصابع، ممكن تسوونها بشكل دوائر اللي تحبون. أنا جايبة هنا القطاعة وكذا غمستها بالدقيق، بوريكم شلون بسوي فيها. تسوون كذا بالكفتة، بعدين تجيبون القطاعة عشان يكون شكلها مرتب. شيلوا الزوائد، تطلع معكم بكل سهولة لأنكم غمسينها في الدقيق. شايفين شلون؟ نسوي واحدة ثانية، تكورونها، تبططونها. وتير فرست، أيوة، عشان ما تتلصق عليكم. وبس هون أخذت شكل الدائري بسبب القطاعة. الحين بغمسها بالدقيق عشان بعدين راح نغمسها بالبيض والبقسماط. نبدأ نقلع، نقول بسم الله. الزيت في البداية يكون حامي، بعدين تكسرون النار، مو مشكلة. حاولوا انتم تقلون الكفتة او الكبة او اي شيء من هالقبيل انكم ما تقلبونه، تنتظرون الين يبدأ يرتفع فوق. شوفوا في شيء لسه تحت وفي شيء طلع فوق. وهذه كفتة الدجاج بالبطاطس، خلصت سهلة وسريعة ولذيذة. تقدرون تفرزنونها وتطلعونها وقت ما تبون. عاد رمضان على الابواب، الله يشرفها، يمديكم تسوونها لرمضان وبالعافية.